كل صاحب عمل بيدور على الموظف المثالي اللي حاب يشتغل وعنده معرفة بالعمل، وكتير منا وظف ناس وجرب على أمل يكونوا جديين ويقدروا يتعلموا بسرعة، وبعد أشهر من التوظيف منكتشف إنهم غير مناسبين، وهيك منكون ضيعنا وقت ودفعنا رواتب من دون أي فايدة، وبنرجع من عيد العملية من أول وجديد. بعد كل هاد بدك اللي يريحك ويوفر عليك وقت وجهد ومال؟ مشروع التمكين الاقتصادي والتطوير الوظيفي للمرأة في الأردن اللي بيتم بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، بيعمل على تدريب وتأهيل السيدات الأردنيات على مهن مساندة للقطاع الصحي. كل اللي مطلوب منك إنك تعطيهم فرصة للتدريب في مكان عمل حقيقي ليكسبوا مهارات جديدة، وهيك تعرف إنها مناسبة لعملك من دون أي تكاليف مادية، مع العلم إنه أكثر من 50% من المتدربات تم تعيينهم بوظيفة كاملة. شارك في مسؤوليتك الاجتماعية في تمكين المرأة اقتصادياً، وساهم في إيجاد مجموعة مؤهلة للعمل في القطاع الصحي.